حسين يا غريب. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في كل آن تكلمت فيه كانت تنادي بالحق، والحق عند الزهراء كان أن علياً هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله، واستدلت له بأدلة كثيرة حتى لما غصبت منها فدك، غصبت فدك ولذلك ردها عمر بن عبد العزيز، استدلت الزهراء وبينت، لم تسكت وتقول غصبوا فدك ما أسوي مشاكل وكذا، لا، أرض فدك كان الإسلام يقوم عليها، كانت تجلب أموال كثيرة ضخمة، أرض فدك ليست قطعة أرض يبنى فيها شقة وانتهى الأمر، لا، أرض كبيرة تستطيع الدولة الإسلامية أن تعتمد عليها في مصاريفها. لم تسكت الزهراء واستدلت بآيات القرآن الكريم وبالحديث، وإعلان الحق لا يكون دائما بالكلام، بالعمل أيضا، بالعمل، وهذا ما فعلته الزهراء، تكلمت، خطبت خطبتها التي قرعت بها آذان، إلا أنها كانت آذان أموات، أموات، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ما لجرح بميت إيلامه، رأت أن هذا الشيء لا ينفع معهم، لجأت إلى بيت الأحزان، أول شيء راحت إلى تحت الأراكة تبكي النبي صلى الله عليه وآله، لماذا تفعل هذا العمل الزهراء عليه السلام؟ فقط لأجل أن تبكي، تستطيع أن تبكي في دارها ولا أحد يسمع صوتها، تبكي هناك لكي تقول لكل الناس، بزمانهم ما كان في تلفزيونات وستلايت وبث وهالكلام، كان العمل كالشعر هو الوسيلة الإعلامية، الزهراء جلوسها تحت الأراكة كان وسيلة إعلامية تهز ركن الحكام في عصرها، ورأوا هذا الشيء ماذا فعلوا؟ قطعوا الأراك. بعد يا علي لقد آذتنا فاطمة ببكائها، آذتكم؟ هي مخلية مكبرات صوت وتبكي، ما آذتهم من باب صوتها كما يتوهم بعض من لا فهم له، حتى يقول لا هذه الرواية مو صحيحة، زهراء ما جالسة تصرخ على الشارع أو على سطح الدار حتى الناس تسمع طول آذتنا، لا، آذتنا يعني لا نطيق أن نعلم بأن فاطمة تبكي، لأن بكاءها يعني بأننا ظلمناها حقها. ما العمل؟ بنى لها بيت الأحزان. ولذلك صاحب العصر والزمان سلام الله عليه عندما نظم السيد محمد باقر الهندي قصيدته في علي عليه السلام وفي الزهراء يقول نمت تلك الليلة ورأيت صاحب العصر والزمان في عالم الرؤيا، ليلة الغدير، ليلة أعظم عيد عند المسلمين بشكل عام وعند الشيعة بشكل خاص، عيد الله الأكبر، يقول رأيته جالس واضع رأسه بين ركبتيه ويبكي، جلست سلمت مولاي أتبكي والليلة ليلة الغدير، ليلة تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالتفت إليه وقال لا تحسبني اتخذت لا وعلاها، يقسم بعلا الزهراء عليها السلام، بعد دار الأحزان بيت سرور، أو بعد بيت الأحزان بيت سرور، من بعد بيت أحزان أمي فاطمة ما أخذ بيت سرور. حسين.